وفي خبر آخر، أشاد الوفد الطلابي المشارك في حضور فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي اليوم بالتجربة والفرصة التي منحه إياها رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، معربا عن أماله في تكرارها بالمستقبل كي يستفيد منها أكبر عدد من طلبة الجامعة. وتوجه الطلبة المشاركون بخالص الشكر إلى مجلس الأمة ممثلا برئيسه الغانم على بادرته الطيبة بالتعاون مع جامعة الكويت بمنح الطلبة المتفوقين فرصة حضور فعاليات تخدم تخصصاتهم. وشدد الوفد الطلابي على أن مشاركتهم في الاجتماعات مع الرئيس الغانم التي سبقت أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي 33% كان لها بالغ الأثر، وكانت تجربة ثرية حيث استفادوا منها بالكثير. بالبداية حاب أشكر مجلس الأمة ممثل برئيسه سيد مرزوق الغانم على هذه البادرة الطيبة بتعاونها مع جامعة الكويت لإرسال الطلبة المتفوقين لحضور فعاليات تخدم تخصصنا وهو العلوم السياسية في حضور مؤتمر دولي هام من أهم المؤتمرات للقضايا البرلمانية، واللي تمثل يعني عمق دراستنا، دراسة البرلمان، دراسة السلطة التشريعية، أو دراسة كذلك الدبلوماسية اللي نراها دبلوماسية البرلمانات قاعد نشوفها على أرض الواقع في حضور بعض الاجتماعات. تجربة كانت وايد حلوة، استفدت منها خصوصا أن أنا قاعد أطبق هذا على أرض الواقع. صار لي 4 سنين درست في الجامعة، كان كله نظري. في خلال الفترة البسيطة قدرت أعرف وايد أشياء من حضوري للجان التنفيذية، لقاء حضرة الرئيس مع الرؤساء الممثلين. الرسالة راح أحملها، يعني راح أبين حق الطلبة تجربتي، الخبرة اللي أنا استفدتها. هذا أعطاني دافع، أعطاني باك جراوند على اللي أنا شنو راح أستفيد أو شنو راح أسوي كون أنا طالبة. أشكر فيها جامعة الكويت على اختياري.